بخير يا رب. السلام عليكم. أظن هو في الحقيقة أنا اعترضت على بناء هذا السور وسيتوقف بناءه، ولكن في الأساس هو ليس مقصود منه عملية عزل وإنما عملية حماية كتفكير إجرائي أمني، ولكن أنا قلت أخشى أن يكون هذا السور له منعكسات يذكرنا بأسوار أخرى نرفضها، لذلك طلبت بالأمس إيقافها وإيجاد بدائل في حماية المنطقة، سيما أن منطقة العظمية منطقة عريقة وتحتاج إلى حماية أكثر. Well, assalamu alaikum and good morning. Obviously, we will respect the wishes of the government and the Prime Minister. I'm not sure just where we are right now concerning our discussions on how to move forward on this particular issue. The United States and other friends of Iraq can support a political process of the intention in Azamiyah, as it is elsewhere, is clearly not to segregate communities or to engage in a form of political or social engineering. It's not it at all. It's to try and identify where the fault lines are. بالنسبة للقرار رئيس وزراء قرار إلغاء الجدار قرار إيجابي وقرار يخدم البلد ويخدم يخدم جميع الطوائف. ليش؟ حتى إن ما يصير الفتنة بين هاي الطائفتين. والله هذا قرار صحيح وصائب يعني من قبل رئاسة الوزراء مثلاً بالسيد رئيس الوزراء نور المالكي، لأن هاي بصراحة يعني هاي شغلة يمكن تشق الشعب وتخلي فد عزلة بين المكونات الشعب.